أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. هذا هو الأسبوع 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم محاور وموضوعات الأسبوع 11. كونوا معي. كما يظهر أمامك عزيزي الطالب، الدرس بعنوان الزواج مشروعيته ومقدماته. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تبين مفهوم كل من الخطبة والزواج، توضح حكم كل من الخطبة والزواج، تتعرف إلى الحكمة من مشروعية كل من الخطبة والزواج، وأيضا توضح أسس بناء العلاقة الزوجية، تعدد أحكام الخطبة، تقدر تشريع الإسلام لأحكام الزواج. هنا تعريف الزواج حسب قانون الأحوال الشخصية الأردني، هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما. ولأهمية هذا العقد، فقد بين الإسلام حكمه وحكمة مشروعيته ومقدماته كالخطبة. حكم الزواج وحكمة مشروعيته. ندب الإسلام إلى الزواج لمن يقدر على تكاليفه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهنا تبرز الحكمة من مشروعية الزواج في أمور، منها تحقيق عفة النفس وتحصينها وصيانتها، ومن العلاقات المحرمة التي تفسد المجتمع وتهدم الأخلاق، تحقيق السكينة والمودة وتكوين الأسر، إعمار الأرض وبقاء النوع الإنساني على وجه يرضي الله تعالى، توثيق الصلة بين الناس، فالزواج سبيل للتقارب والتعارف والاتصال بين الناس. ثم بعد ذلك أسس اختيار الزوجين. هناك أسس لابد من مراعاتها عند اختيار كل من الزوج أو الزوجة. هذه الأسس تضمن لنا أن يحصل الوئام والانسجام بينهما، وبالطبع يجنبهما حصول الخلافات الزوجية، وتؤدي الأسرة الأهداف والمقاصد المراد منها. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الخطبة بكسر الخاء هي وعد بالزواج بين زوجين أو بين طرفين، طبعا ذكر وأنثى. وبالطبع الكثير منا يخلط ما بين الخطبة والخطبة. الخطبة هي الخطاب الذي يلقيه الخطيب في مناسبة معينة كخطبة الجمعة. لا نريد الخلط بينهما بعد الآن. بالطبع هناك حكمة. الخطبة مندوبة لمن أراد الزواج، وثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وكذلك خطب السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وقد شرع الإسلام الخطبة لحكم متعددة. أولاً، أن يتعرف كل من الخاطبين على الآخر وتحصل بينهما الألفة، الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية بما يحقق مصلحة الأسرة والزوجين. والأحكام الشرعية المتعلقة بالخطبة: لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بقراءة الفاتحة، فهما مجرد وعد
بالزواج وليس زواجا، فلا يترتب عليهما أي أثر من آثار عقد الزواج. يجوز لكل من الخاطبين النظر إلى الآخر، فمن أراد أن يخطب امرأة يجوز له النظر إلى ما يظهر منها عادة كوجهها وكفيها فقط. تحرم الخلوة بين الخاطبين دون وجود محرم، لأن الخطبة مجرد وعد بالزواج، ولأن العقد لم يتم بعد. يجوز لأي من الخاطبين العدول عن الخطبة، إذ لم يجد له مصلحة في هذا الزواج، ولا يعد طلاقاً، وليس على المخطوبة عدة إذا عدل الخاطب عن الخطبة، لأنها ليست عقد زواج. هذا هو عرض سريع لمحاور درس الزواج، أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.